على بركة الله نبدأ اليوم الدرس النظري لتعليم السياقة في العراق. أولاً السياقة فن وذوق وأخلاق، هاي نسوها. السياقة سب وغلب وصياح، وركز لي على الغلب، ركز لي. ثانياً إذا تشوف الرون سايد يصرف لك ويوصل لك أسرع، امشي رون سايد. ممتاز، امشي رون سايد. خوي إذا مشي قدامك سيارتين ثلاثة معناها السالفة صارت قانونية، امشي وأنت ماخذ راحتك. ثالثا السائق المضبوط بالعراق هو مو السائق اللي يعرف يجتاز او يطبق او يلوف، لا، السائق المضبوط بالعراق هو اللي يقعد هيك وعلج عرج اساس ما لك علاقه بالسياقه وكل تصير هالشكل. زين استاذ استاذ بالنسبه لحزام الامان حزام الامان حزام الامان شنو؟ لا حب يلبس البس حزام الامان عادي عادي، بس دير بالك منين؟ لا يتعرشون بيك. والله شلون ما جاي اشوفك، شلون ما جاي اشوف سياقتك، سياقة دكتورة دينا. يعني شنو دكتورة دينا؟ يعني قانونية. حبيبي اخوي القانون عقوبة البنات النازوكيات، انت رجال عيب عليك، عيب عليك تمشي على القانون. يعني شنو معناها تلوف يسرى ادك اشارة يسرى؟ مو علي. لا حبيبي انت طلع له ايدك، شاف الوراء خير على خير، ما شافه مشكلته حبي. يعني سياقة البنات زينة مو زينة؟ سياقة البنات قانونية، وبما أنه إحنا هنا ما نحترم القانون ما نحترم سياقة البنات، هاي القصة ما بيها، بس بصراحة هي سياقتها تخنق الصراحة مو؟ وهسا قبل وين نروح؟ نروح للعلامات المرورية، هاي معناها الشارع إلهن والراعيهن مو إلك، وهاي معناها دير بالك تدعم أبو الدراجة، وهاي معناها ممنوع المرور، بس احنا ما نستخدمها، احنا نخلي 5-6 من ذني قبال البيت، قبال الدائرة، قبال المحل، حتى السائق يديح وما يعرف وين يطبق. وإذا اجيت هنا للاستدارة وشفت السيارات واقفة سرة، أنت شو تسوي؟ وقف وراهن. لا حبيبي هذا السرة للعطلات والفارغين، أنت تجي مباشرة وتزاحم الأول وتعبر وما لك علاقة بأي أحد. أوكي؟ ممتاز. زين عفوا أستاذ سؤال، بالنسبة للإشارات المرورية. الإشارات المرورية؟ التقاطع، من تجي تشوف التقاطع وابو المرور راح يوقف التقاطع مالتك السايد مالتك وبقيت بس انت وكلها عبرت وانت من بعيد جاي تجي رمش لابو المرور، لا تخليه يسد التقاطع، لا تخليه يسد السايد بوجهك، قل له حبومي لا تسده، لا تسده الله يخليك، الله يخليك لا تسده. بس هو اذا عنده شعور واحساس اكيد راح يخليك تعبر وتمشي بسلامات. بس جماعة السايد الثاني ذولا ما عندهم لا شعور ولا احساس، يبقون يتقدمون 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 لحد ما يسدون الشارع عليك، انت لا تيأس، انت استمر، انت امشي، انت دوس منزل، دوس منزل، حاول تعبر الشارع، حاول تعبر التقاطع، لا تيأس ابدا، حتى لو تدعم الناس وتسوي مصيبة وتسوي طرق يرعى، ابقى استمر ولا توقف بالتقاطع 5 دقائق مرة ثانية. وعلى ذكر الدعم، الغلطان بالعراق مو الدعم، لا، الغلطان بالعراق اللي ما يتعارك ورا الدعم، لان يركبونك الحد اذا ما صيحت وغلطت. وعلى ذكر الغلط، اذا ردت تغلط على السايق اللي يمك اللي راد يدعمك، اغلط والجامه مرفوعه مو تغلط براحتك وهو ما يسحلك. اما اذا كانت الجامه نازله فممكن تقول له واحد من ذني السؤالين الازليات اللي هن انت شبيك اعمى؟ من معلمك السياقه؟ ممتاز، هذا هو رحم الله والديكم. العفو استاذ بالنسبه للصيتيه شلون؟ الصيتيه خارجه تمشي بالشارع ووراك وي 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 وتطلع بالمرايه تلقاها شنو؟ تلقاها سياره امنيه، وخر عنها وخر عنهم، خليهم يؤدون واجبهم الوطني، خليهم يوصلون بسرعه لان هم اصلا رايحين يجيبون عشاء. يعني اذا سيارتي حكوميه اقدر اخلي لها صيتيه؟ هي الصيتيه تنحط بحالتين، اذا سيارتك بها ارقام حكوميه واذا سيارتك ما بيها أرقام أصلاً.